السيدات الحضور معنا وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا بالدكتور محمد درجيشي المختص في علم النفس والاجتماع. مرحبا بك دكتور درجيشي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ حميدة جمال إمام وأستاذ بمسجد فاطمة الزهراء ببلدية المالح. مرحبا بك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا أيضا بفضيلة الشيخ عبد الحميد لزغن إمام وأستاذ بمسجد خالد بن الوليد ببلدية شعبة اللحم. أهلا وسهلا بك سعد حميد. وبك أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على تلبية الدعوة لإذاعة الجزائر من عينتيشنت. أهلا وسهلا بسيدة كفاح سميرة أخصائية اجتماعية ومنسقة الخلية الجوارية للتضامن. مرحبا بك سيدة كفاح. شكرا سلام لكم. أهلا وسهلا بالسيدة فضي سامية رئيسة مصلحة برامج التنمية الاجتماعية لنشاطات التضامن والاتصال الاجتماعي. مرحبا بك سيدتي. شكرا على الاستضافة. الله يبارك فيكم وشكرا على تلبية دعوة إذاعة الجزائر من عينتيشنت. إذن قبل أن